اهلا بيكم في قناتي جديد ونويز. النهارده هنعمل موديل في منتهى البساطه، موديل ينفع للهانيمول، موديل ينفع لحاجات كده مصيف، في خروج في النهار، في نادي، في مناسبه حلوه عايزه تلبسي حاجه حده بحريه وحاجه طريه قطن جميل وطري. الموديل بتاعنا النهارده محتاجين له متر ونص قماش، او حسب طول حضرتك، سواء عايزه تعملي ماكسي يبقى طولك زي طول الكم اللي حضرتك هتعمليه. النهارده بمتر ونص قماش ده هنعمل فستان، الموديل بتاعه استك مكوك او عش النمل او عش النحل، حسب كل بلد بتقولوا ايه وبتنطقوا ازاي او اسم الموديل عندها ايه. انا كل اللي هعمله اطبق القماش عندي على 4. فستان مش هياخد اكتر من نص ساعه من ايدك، وبره في الاسواق هتلاقيه غالي جدا وباسعار كتيره واكتر من طاقتنا ممكن يكون. انت ممكن تعمليه في خلال نص ساعه وهوريك ازاي بمنتهى البساطه يتعمل. انا طبقت القماش على 4 واخدت الطول اللي انا محتاجاه له لطول الفستان. هنا انا كده اخدت الطول بتاعي وهبتدي اقص الزياده كده. طيب انا هعمل ايه كده، ادي الفستان عندي على 4. انا كده الخياط عندي هتبقى في الجنب، انا مش محتاجه لا اعمل قصات ولا اعمل اي حاجه. كل اللي هعمله هعمل ايه، عرض الكتف عندي 40 سنتي، احنا هنعمل كم صغير ربع كده، ادي العرض الكتف عندي 40 سنتي كده، وبنزل 3 سنتي وبطلع بيهم بزاويه هنا كده. ده الباترون العادي جدا اللي حضرتك متعلماه وعارفاه وفي كل الكتب والقوانين بيعملوا نفس الكلام اهو. كده عملنا الميل بتاع الكتف، وادي الكتف عندي بنزل 20 سنتي كده، وباخد خط مستقيم كده، ومن 20 سنتي بعمل دوران الباب عندي اهو تمام. ادي كده الحاجات البدائيه بتاعتي اللي انا اعرفها في الباترون بتاعي. طب ايه هعمل كمان؟ انا عندي هنا الرقبه، انا هعمل صدر مربع قدام ودايره من ورا عادي جدا، عشان مش عايزاه يبقى مفتوح خالص ورا وقدام. في ناس كتير بتحب مربع ورا وقدام، في موديل عندي في القناه هنزله لحضرتك برده بنفس الشكل، مربع ورا وقدام. هنا الموديل بتاعنا مطلوب بس مربع قدام. هعمل 8 سنتي بتاع الدوران الرقبة من ورا، وهنزل 3 سنتي وهاخد الدوران ده. ده بالنسبة للظهر بس تمام. طيب بالنسبة للستر انا عايزة اعمل ايه؟ من نفس العلامة اللي عندي هنا نزلت بيها هنزل 13 سنتي كده، هنزل 13 سنتي عشان اعمل الستر اللي هو المربع واطلع بيه كده. ده كده الامامي، وده كده الدوران ده هو الخلفي عندي. كده الموديل بتاعي خلص. انا هعمل ايه؟ هعمل كده وهبتدي اخد من الدوران الباط عندي. انا ما عنديش، مش هاخد لا دوران صدر ولا هنش ولا اي حاجه، لان الموديل عندي سك من اوله لاخره. هعمل كده بمنتهى البساطه وابتدي اقص الموديل بتاعي. اخلي بالي انا هنا هقص الامامي لوحده والخلفي لوحده. هعمل كده كده، ده هنا الخلفي كده، وادي للامامي عندي عشان خاطر ادي الامامي عندي كده. قصيت الامامي والخلفي، هبتدي اظبط مره تاني واقص الكتف عندي واقص كل الحاجات بتاعت الفستان اللي انا واخده مقاساتها. انا كده خدت خلاص الستر، هبتدي اخد الكتف كده
كده حبايبي الفستان خلص. خلاص احنا قصينا الفستان، هاجي اعمل ايه؟ انا عايزه جزاف للامامي وجزاف للخلفي، تمام؟ هطلع الجزافات دي بس بعد ما اطلع الكم عندي الاول علشان اوفي كل القماش، واشوف بعد كده الزيادات دي احطها للمردات او الجزافات اللي ورا. طيب انا عايزه الكم عندي ربع كم صغير كده، هطبق القماش على اربعه برضه. ايه حردنا الباط عندنا، نزلنا 20 سنتي، يبقى هنعمل هنا كده ال 20 او هنزود سنتي كمان، يبقى 21 كده، واقسم واعمل الخط ده بالعرض كده، واقسم المسافه دي في النص عشان اعمل دوران الباط. الجزء اللي فوق بطلع سنتي او سنتي ونص، الجزء اللي هنا النص الثاني من الخط الباط بنزل السنتي او سنتي ونص، زي ما هنزل هنا هطلع هنا الاثنين واحد، ما ينفعش ابقى هنا واخده مقاس وهنا واخده مقاس، نزلت سنتي يبقى هطلع سنتي عشان يديني الدوران بتاع الباط. حركت الكم عندي رسمته، انا طول الكم عندي عايزاه 15 سنتي، هشتغل على 18 او 19 حسب الرغبه علشان انا لسه هعمل اوفر وهعمل ثانيه. رسمنا الكم بتاعنا، همسك بدبوس كده وهبتدي اقص الكم اهو، ما فيهوش اي حاجه. صدقوني فستان في خلال نص ساعه تكوني بتلبسيه وحاجه في منتهى الشياكه، وكفايه ان هي من عمايل ايدك كده. ادي الكم عندي خلص. خلاص هبتدي اعمل المردين اللي انا محتاجاهم للصدر عندي. اشوف الصدر والضغط واشوف ايه اللي هينفع معايا بالظبط كده. كده تقريبا هيقضي معايا بالاثنين، هبتدي اعمل كده. هاخد للخلفي وبعد كده احرد الامامي، لانه الخلفي هو اللي فيه يعني اسهل من امامي كده. علشان المرد بتاع الخلفي سهل يعني، فاهمني كده؟ المرد بتاعه سهل كده. احط الناحيه المطبقه كده مع الناحيه المطبقه عندي، يعني اللي مقفول مع بعضه، وابتدي امسك بدبوس كده. اظبط كده خلاص، ابتدي احرد. ابتدي اقص لحد الاخر. انا كده تقريبا خلصت، مش فاضل معايا غير بس هاخد فرده من دول، من الاثنين دول، لان واحد بتاع ورا مرد خلفي واحد مرد قدام. ادي واحده منيهم بس، ابتدي احردها المربع اللي قدام، لان كده الاثنين محرودين لورا. انا بسهل عليك الحكايه بس عشان تبقى الحكايه سهله وتنجزي بسرعه اهو. ده كده ادي المرد الامامي. همسك بدبوس واطبق المرد ده كده. قصينا الموديل بتاعنا، فاضل بس اقص المربع ده كده. انا قصيت المردات
بتاعت الامامي والخلفي وقصينا الكم كده. هنقعد على المكنه ونلم كل اللي احنا عملناه ده. يلا ابتدينا نقعد على المكنه. وهنبتدي اول حاجه هعمل المرد بتاع الصدر عندي، وبمنتهى البساطه كده انا عندي ادي المربع اهو بتاعي، الصدر المربع بتاعي اهو، وهبتدي احط الوش بتاع القماش عليا، وهحط الوش بتاع المرد على الفستان نفسه كده، وهبتدي اخد داير بالمكنه المربع بتاعي وارده، هاخد داير كده بالمكنه وهرده بسراجه عشان خاطر ما يعكسش معايا بعد كده. هنبتدي نعمل ده اهو. انا عملت المربع بتاعي، باجي هنا للاطراف دي بفتحها كده بالمقص علشان لما اجي ارد تبقى معدولة، الحرف ده ما يلمش معايا البطانة اهو. هبتدي كده هناخد ده سراجة بالإبرة ونرجع لبعض بسرعة كده. احنا ردينا المرد بتاع الستر اللي هو المربع، وانا عملته بلون مختلف عشان انتي تقدري تشوفي اهو كده كده. هبتدي اعمل ايه؟ هرد هقفل الكتف، وبعد كده احط المرد بتاع الظهر ونعدله عشان يبقى الكتف عندنا نظيف. هنقفل الاول الكتفين وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. كده قفلنا الجنبين الكتفين الناحيتين، وابتدي اقفل الجنب بتاعي. انا عندي ناحية احنا قلنا هنخلي فيها البرسل، وناحية مفتوحة. انا هاخد خياطة على الجنبين كده كده. احنا قفلنا الكتفين وقفلنا الجنبين، هاجي بعد كده ارد الكتف علشان ابتدي اشتغل في الاستك بتاعي. بعمل ايه؟ الفستان ادي الصدر بتاعه عليا، هاجي احط عدلة المرد على عدلة الفستان كده، وهبتدي اخد خياطة الكتف والرقبة والكتف مرة تانية بمنتهى البساطة كده. بعمل واظبط اللي انا هعمله بالمكنه كده. وامسك بدبوسين علشان الاثنين الطبقات دي كلها ما تجريش من بعض. وابتدي اخدها على عدله الابره على طول. وابتدي الف كده.
هيك الفكرة. نفس اللي عملناه الست هنعمله هنا. اشيل الزيادات كلها. وهبتدي افتح كده علشان الدوران يبقى مرتاح معايا. وارد ده بسراجة وبعد كده نرجع لبعض. كده ردينا الرقبة سراجة. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اخد المردين دول كده وامسكهم في خط الكتف عندي خط الارض كده. اركب القلمين بتوعي والم بعد كده الاستك في الصدر مره واحده. هبتدي اعمل ايه؟ اول حاجه هعمل باخد العلامه بتاعت النص عندي هنا كده وهبتدي اركب القلم معاك. احنا عارفين بنعمل ايه؟ بناخد النص هنا علامه النص مع علامه الكتف خط الكتف. كده ركبنا القم. ابتدي اقفله مع خط الباط من تحت. حط الاثنين على بعض وابتدي اقفله. هبتدي اركب الكم التاني بنفس الطريقة. الكم هنقفل من تحت الباط لحد ركبنا كل حاجة. مش فاضل بس غير ان احنا نركب الاستك بتاعنا. هوريك ازاي ابسط طريقة ممكن تركبي بيها الاستك. كده كوينا الصدر عشان خاطر يساعدنا في الخياطة. وهنبتدي نعمل ايه؟ اولا طول ما احنا حاطين الاستك المكوك يبقى الاستك هيبقى من تحت. تمام؟ يبقى انا هشتغل كل حاجة على العدلة عندي. هبتدي اطلع الاستك من عندي بشويش كده. اهو وابتدي امسك طرف واخلي العيار بتاع المكنه وسط، لا هو واسع خالص ولا هو ضيق. وهبتدي اشتغل. لو انا ده قماش عندي بعمل ايه؟ بعمل بالمسطره وابتدي اخد خطوط بعرض المسطره، يعني خط كده وخط كده، اجي هنا بعد كده انقل خط كده وكده. عرض المسطره هو انسب حاجه ممكن تتعمل في الخطوط بتاعه الاستك اللي هو استك المكوك. ولكن انا هنا عندي في صفوف من الكاروهات فهبتدي امشي عليها، هتبقى سهله بالنسبه لي. تمام؟ اول حاجه هنا هعمل الصدر عندي اللي هو من اول الصدر
الصفين او الثلاثه دول لحد نهايه الباط، وبعد كده هوريكي هيبقى كله داير ما يدور الوسط والظهر وكل حاجه مع بعضها. هنبتدي مع بعض هنا، نبتدي الاول كده، وخلي بالي عشان البطانه اللي تحت تبقى برضو مشدوده. وابتدي ارجع الصف الثاني اشوف انا همشي على المسافات ايه بالظبط عندي كده. انا همشي على خط واسيب خط واخد خط ثاني وهكذا، احاول ما اقطعش الاستك من تحت علشان الدنيا الاستك ما يجريش من النص عندي كده. صف اسيب صف وهكذا لحد ما اوصل لتحت الباط، هيبقى الاستك لافف معايا من قدام هنا كده. كده خلصنا تقريبا، ونشوف المنظر بتاعنا. كده خلصنا الفستان بتاعنا، وده المنظر بتاعه اهو. وادي الصدر، ادي الصدر اهو. كل اللي هنعمله هنتني الكم، سواء تعملي اوفر وتانية او تعملي تانية على الحرف كده وتاخديها على المكان، ونتني الديل. وكده الفستان اتعمل، ما كملش معانا نص ساعة، وعملتي حاجة مميزة بايدك و تفرحي بيها بنتك او حضرتك تعمليها لنفسك. المهم ان انت تعملي الحاجه دي وتفرحي بيها. كانت من فوق كده تنينكم. هنبتدي ناخد الكم الثاني تانية بنفس الطريقة. تاني طرف التانينا هنبدأ ناخد كمان الديل، نتني الديل ونشوف هنعمل كده. تانينا كمان التانية أخدناها تانية خليناها من جوه، احتمال تعوزيها فيما بعد بدل ما نقصها يبقى الفستان قصر معاكي كده. احنا خلصنا فستاننا، فستان في منتهى البساطة والشياكة اهو، والطول لحد الركبة كده. وادي الفستان في منتهى البساطة وفكرته بسيطة جدا. يا رب أكون وصلت الفكرة لحضرتك، وأتمنى
تعملي لايك على الفيديو وشير لاصحابك عشان يتعلموا الطريقه السهله اللي احنا عملنا بيها فستان في منتهى الشياكه وبسيط جدا. واللي لسه ما اشتركش في القناه اتمنى انه يشترك ويفعل الجرس علشان يتابع كل جديد معانا، ولسه عندنا حاجات كتيره وجديده. هنشوف الفستان وصاحبته لابساه وهنشوف الشياكه بتاعته ايه. Thank you.